قد يكون التاريخ بالفعل يميل بالكفة نحو الكنغر الأسترالي عند مواجهة الإمارات، لكن عاملي الأرض والجمهور وكذلك رغبة الكتيبة البيضاء بكتابة التاريخ لتكرار الوصول إلى النهائي للمرة الثانية رغم صعوبة المهمة. من المهم أن نستفيد من ميزة اللعب على أرضنا والدعم من المشجعين في مواجهة أستراليا. هذا يمكن أن يخلق ضغطا للاعبين، لكنهم جميعا في حالة معنوية عالية ومستعدون للقتال حتى نهاية للفوز بالمباراة. المواجهة المنتظرة في دور الثمانية ستكون محط الأنظار، فالمستضيف للبطولة لم يقدم ما يرضي الجماهير من ناحية المستوى، أما بالأرقام فالتصدر للمجموعة هو العنوان، وشباكه اهتزت في 4 مرات وسجل المهاجمون 7 أهداف منها 3 في الدور السابق أمام قرقسستان. الكل عارف منتخب أستراليا قوي داخل البطولة يحافظ على اللقب، بس إن شاء الله نحن تكاتف الجميع، مؤازرة الجمهور، إن شاء الله كل هذه يكون دافع لنا أن نقدم أقصى ما عندنا، وإن شاء الله نحن عازمين نغير الصورة اللي ظهرنا فيها. مباراة ما بتكون سهلة على منتخبنا، أتمنى تفادي الأخطاء الدفاعية في المنظومة الدفاعية اللي كانت موجودة في المباراة الأخيرة واستغلها منتخب قرقستان، خصوصا في الشوط الثاني كانت هناك ثغرات دفاعية كبيرة جدا، أتمنى تلافيها في مباراة يوم الغد. أبرز الأسماء والتي يعتمد عليها لدخول المربع الذهبي في بطولة الأمم بداية من الحارس خالد عيسى وإسماعيل أحمد وبندر الأحبابي وخلفان مبارك والهداف مبخوت، فيما التشكيلة المتوقعة والتي سيدخل بها الإيطالي زكاروني رغم غياب خميس إسماعيل لتراكم البطاقات وخليفة مبارك للإصابة، خالد عيسى في الحراسة والحسن صالح ثم إسماعيل وفارس جمعة والأحبابي، يليهم سالمين وعامر والحمادي والقائد إسماعيل مطر وخلفان مبارك وعلي مبخوت. مباراة مصير منعطف خطير في البطولة، ولهذا أنا ما راح أتكلم في الفنيات، أكيد الكل شاف الأخطاء والسلبيات، آمل أن يتم تداركها، لكن هي مباراة الروح، وحضور سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمباراة كان رسالة كبيرة، فهي رسالة جمهور، حضور، إحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين، وما أريد أدخل في الفوارق والمقارنات الفنية، لأن المنتخب الأسترالي بطبيعة الحال يختلف ويتفوق حتى وإن كان المنتخب الأسترالي سيء المستوى في هذه المباراة. استدعي الجمهور أولا، والشيء الثاني نقول للاعبين أن يعني إمكانياتكم عالية، ثقوا في أنفسكم وقدراتكم، خصمكم مو بهذاك الخصم اللي يخوف، أنتوا قد، وإن شاء الله نشوفكم في الدور قبل النهائي. تاريخيا التقى المنتخبان 5 مرات، انتصر الأسترالي في 3 وتعادل في البقية، أما الطموح بعد تجاوز أوزبكستان بضربات الترجيح بزيادة الانتصارات رغم افتقاد الكنغر لتوم رجيش لتراكم البطاقات، وقد يتم الدفع بليكي على الطرف الأيسر والبدء بأويكو في مركز صانع الألعاب لتعويض لاعب سلتك، وبعد إصابته في لقاء ثمن النهائي قد يتم تعويض مكلارين بجيانو في الهجوم. أعتقد أن أي منتخب يلعب أمامنا يلعب بخوف بعض الشيء أو قلق بشأن الطريقة التي سيواجهنا بها. نحن بالتأكيد منتخب قوي في هذه البطولة، نلعب أمام الإمارات في أرضها وأمام جمهورها، سنلعب بطريقتنا المعتادة، التحكم في الكرة والاستحواذ ومحاولة التسجيل، سنفعل ذلك وأنا واثق من ذلك. التشكيلة الأسترالية المتوقعة تبدأ عند ماثيو ريان في الحراسة وعزيز ودجانيك وترينت وجرانت، ثم إفرين والقائد ميليغن وأوبر مابيل، وفي المقدمة ماثيو ليكي وجيانو وإيكونوميديس. الحالة اللي نعيشها الحين في حالة اطمئنان من قبل الفريق ولو نسبية، بخالة حضر، فالجمهور ما له عذر بالحضور. كلنا ثقة فيكم في أنكم توصلون دور الأربعة، الهمة، الإصرار، العزيمة، وإن شاء الله يا رب يكون فالنا الفوز قدام الأبيض. سنطائي صدى آسيا.